انعقد مؤتمر الرؤية الطبية والذي يهدف لتبادل الأفكار وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه المجتمع الطبي في الأردن. وقد شارك في المؤتمر العديد من الأطباء والمختصين في مجال الطب، وذلك تحت رعاية وزير الصحة فراس الهواري. الحضور الكريم، إن مؤتمر ميدفيجن كان نتاج عمل دؤوب من 3 أطباء شباب حديثو التخرج، الدكتور عمران أبو دهيم والدكتور عبد اللطيف الصباغ والدكتور كرم خريم. آمنوا بطاقاتهم وأن المستقبل لهم، فواصلوا الليل بالنهار لنقف اليوم جميعا هنا ونناقش مستقبل القطاع الطبي في الأردن. فهو مؤتمر فريد من نوعه على مستوى الأردن لما يحمله من أفكار وتطلعات ريادية. الهواري قال خلال المؤتمر إن القطاع الصحي ومنذ تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية حقق الكثير من الإنجازات والتطور الكمي والنوعي والوقائي والعلاجي، وقدم خدمات صحية وطبية بمستوى عال من الجودة والكفاءة. من خلال مشاركتكم في مؤتمر الأطباء والذي نفتتحه اليوم تحت عنوان الرؤية الطبية، ويأتي عقده في الوقت الذي تحتفل فيه المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لسلطاته الدستورية، والتي حقق القطاع الصحي خلاله الكثير من الإنجازات والتطور الكمي والنوعي والوقائي والعلاجي، وقدم خدمات صحية وطبية بمستوى عال من الجودة والكفاءة. الزميلات والزملاء الشباب، مما لا شك فيه أن مسؤولية تطوير القطاع الصحي وتحديثه والارتقاء به إلى الصورة التي يريدها جلالة الملك المعظم هي مسؤولية لا تقع فقط على عاتق وزارة الصحة وشركائها من المؤسسات الصحية المختلفة الرسمية وغير الرسمية، وإنما تقع عليكم أنتم أيضاً الأطباء الشباب الذين تشكلون عماد العملية التطويرية لهذا القطاع. وما لقاؤنا اليوم إلا تعبير عن إيماننا بدوركم الفاعل وانسجاماً مع نهج الحكومة في دعمها لكافة الجهود المبذولة لتطوير كفاءات العاملين في مجال الرعاية الصحية وتحسين تقديم خدمات صحية عالية الجودة للجميع ودون تمييز. الرئيس الفخري للمؤتمر الدكتور فوزي الحموري أكد على أهمية التحديات التي تواجه الأطباء الجدد، ودعا إلى إيجاد حلول لهذه المشاكل والتخلص من هجرة العقول، مشيرا إلى الدور الإيجابي الذي قام به الأطباء الأردنيون في تقديم الدعم لقطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها. واستجابة لتوجيهات جلالة الملك، نعول على شباب هذا الوطن فهم المستقبل. اختاروا مواضيع رئيسية وأعجبتني بصراحة: مستقبل القطاع الطبي، هجرة العقول، الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، ونقابة الأطباء والمستقبل. مواضيع تستحق الدراسة والتمحيص وأن نتباحث فيها ونفكر فيها سويا. الشباب ونحن معهم. الحضور الكرام، نحن الآن في القرن 21 وشهدنا تطورا كبيرا في التكنولوجيا الطبية، وشاهدنا العمليات تجرى بالروبوت الصناعي، وشاهدنا الذكاء الاصطناعي يساعدنا في التشخيص وفي العلاج، ولكن هنالك أشواط كثيرة علينا أن نقطعها. هنالك أمراض استعصت علينا، فبعض أنواع السرطان وبعض أنواع الفيروسات القاتلة، ولن ننسى فيروس الكوفيد 19 سيء الذكر الذي تسبب بشلل على مستوى الكرة الأرضية وأدى إلى وفاة ما يزيد عن 7 ملايين شخص وإصابة 775 مليون شخص، والخسائر الاقتصادية المقدرة تزيد عن 30 تريليون دولار. لذلك فإن الأطباء الشباب أمام مسؤولية تحتم عليهم إطلاق أقصى طاقاتهم في البحث العلمي، سعياً ليكون لهم دور في التطور الطبي العالمي وفي الحفاظ على تميز الأردن كقبلة للعلاج.
خطورة مهاجرة العقول تعتبر تحدياً جسيماً يواجه الأردن، حيث تؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد. فعندما يغادر الكفاءات والمهارات الوطنية الأردنية إلى الخارج بحثاً عن فرص عمل أفضل، يتسبب ذلك في نقص الكوادر البشرية المؤهلة في البلاد. راشد المعايطة، الحقيقة الدولية.